سويرة ما طاوعتني للحين، وفطوم ما أدري صار على اللي يبيها عشان اتفق معه، ودانا للحين بالعدة. لازم ألاقي الريال الصح عشان تتزوج صح، وحمارة القايلة هذه قاعد تضيع فلوسها على الخرابيط مع أني أنا أولى فيها. أنا ريلها وريال البيت ومحرمها. يات يلبسه كان حمار وحشي. حبيبي خلاص حطه. يا سينكيو خلاص روحي مشكورة. ويش فيك سلامات شتنيدة هذه من اللي مزعلك؟ زعلان على منو؟ زعلان عليك. زعلان علي ليش؟ سويت خير؟ مو منك، عليك. زين ليش؟ سويت؟ يعني حاتيك انا ما كان ريلك، واخاف عليك واخاف على فلوسك وعلى حلالك. ما يصير اللي قاعد يصير كذي بهالطريقه هذه كلها. تسيبين وتشترين وتحطين وتسيبين وتحطين، مو صحيح. مو بيتي بس مو بهالطريقه مفهيه تيبين وتحطين. ما يصير. انت مبذره، وايد مبذره، وانا خاف عليك. لازم احافظ على حلالك. اذا انا ريلك ما احافظ على حلالك، من اللي بيحافظ على حلالك؟ منو بيحافظ؟ ما ادري. الخير بويهك ان شاء الله. تامر امر ايش تبين اسوي يعني؟ مو بهالطريقه. دير بالك على فلوسك. ارضى شوي، ارضى على شوي. الله يسلمك. حدي شوي، اسوي لك شاي قهوه. لا تقعد حلو بعد. احلى ايامك ان شاء الله. تامر امر ولا يهمك. شوفي ابيك تسوي نظافه بس تدلعيني. ان شاء الله. حاضر اجهز لك العده. خلاص اوكي. سيب بالك على حلالك، بيع فلوس ما كان. انا ريبك، انا اللي حافظ عليك. يا بعد عمري ان شاء الله. ادري ادري والله. مهما كان ما بيك فيه. سعد علي وفي حياتي الله يخليك ويبارك فيك. خل اجهز الاغراض. يا حبيبي. ما اروح شيء. متى اخر مره تعشى؟ اختفيها. الامس ما لها اثر. بس انا اللي عال قلبي علشانك. ما علي فطيم. انا وريك. كانك محاولة تليفونك، ما اخليك. بس مهندس عايزينك بالموقع. حاضر. بس جبت العدة كاملة؟ اوكي شكرا. خلاص خليها وروح اشوف شغلك. مشكورة. أقول سعاد، كل اللي قاعد يقولونه خرابيط وخرابيط، فلوس دانير قاعد تروح على الفاضي. خرابيط الله يهداك. هذه اكسسوارات ثمينة، براندات، ماركات، ليميتد اديشن. يعني شنو ليميتد؟ شنو ليميتد؟ على سيارة ليميتد اديشن؟ شنو برا؟ خرابيط ما تتكرر وايد، عرفت؟ ما في مثلها وايد يعني مثلك كذي. وبعدين بعدين قطع مالته. وبعدين ليه مليت منه؟ اشتري غيرها. اي وبعدين يلا لما مليت شو رايك؟ وبعدين اكشخ اشوف شيء جديد اشتريه. لا لا سمح الله، اذا مت بتاخذينه معاك القبر يعني؟ بتدفنينه معاك يعني؟ ايش فيك انت فيا؟ ايش فيك كذي تفعل علي؟ اي والله تجيب الخرابيط وتخزن ليمتد اديشن. ليمتد ذهب الاصفر ما في غيره. تشترين ذهب اذا احتجتي تبيعينه تردك فلوسك، يمكن زياده بعد ليمتد. ايش قالوا لك؟ عيوز اقعد اخزن بهالذهب الاصفر؟ ما ابي. بعدين كيف اشتري اللي ابي يعني؟ فلوسي وحره فيهم. اي والله تعبي شقاي، خلني استمتع بحياتي. اي بس تفيدي منهم، تبيعينهم يردون لك الفلوس. سامحيني. متعود يدي طويله. سامحيني ما يسامح. انت بفهي. يلا تعود على البنات اكفخ فيهم. ليه بس؟ لا زالت المفهيه. يروح الفلوس والاكل العصير كله يروح.